الحياة لعبة كبيرة ولها قوانينها العامة، فاختر لعبتك وتفوق بها. أحياناً أتخيل الحياة على أنها ماراثون طويل ومليء بالحواجز المتنوعة، فنضطر إلى استخدام طاقاتنا ومهاراتنا وكل شيء تعلمناه علشان نقفز فوق تلك الحواجز ونعبر إلى الجهة المقابلة. لكن ما أن نطمئن بأن نجتزنا بسلام حتى يقابلنا حاجز آخر، وهكذا حتى نصل خط النهاية. يلعب الطامحون لعبة الإنجاز ولعبة السعادة ولعبة الغنى والرضا والصدق والقيادة وألعاب أخرى كثيرة ليصلوا خط النهاية والابتسامة على محياهم. هذا هو الهدف. أما اليائسين فيلعبون على هامش الحياة، لعبة الضحية والكذب والاستهزاء والتردد والفشل، ويستدرون بها فتات الحياة ويرمون اللاعبين الآخرين بالاحتقار. لكن لكل إنسان اختياره، ولكل اختيار دوافع ونتائج. يعني مثلا اللي يلعب لعبة الضحية، شو المردود الحقيقي منها؟ كيف يمكن لشعور الضعف والعجز أن يمنحك أي شيء؟ يعني هل تكسب بهذا الدور الحب والتعاطف؟ زين، لكن هل يشعرك هذا التعاطف بأنك فزت أم خسرت؟ أو لعبة وقوفك على الحياد. بالمناسبة ترى ما في شيء اسمه حياد، لكل إنسان موقف من الحياة وأحداثها، لكن اللي يقول لك أنا واقف على الحياد هذا الشخص لا يريد أن يتحمل المسؤولية وبالتالي يرمي بها على الآخرين، لكن هذا خياره وهذه لعبته. طيب إذا كانت الحياة لعبة، فما الدور الذي تريد أن تلعبه فيها؟ يعني هل بتلعب دور المنتظر فتبقى خلف كواليس العمر وتنتظر من يأخذ بيتك ويحطك في مكان في هذا العالم، أم راح تلعب دور القائد فتقود حياتك وتأخذ بزمام المسؤولية لتخطو نحو أهدافك بثبات، فترسم وتخطط وتقاوم التردد وتحارب الخوف؟ هل بتتعلم لعبة الصدق فتكون ذاتك وتنصت لضميرك بدون ما تتجمع اجتماعيا وتلبس الأقنعة؟ هل يمكنك أن تملك الشجاعة لتختار ما تريده لذاتك الحقيقية، مش الأشياء التي فرضت عليك بسبب المجتمع والناس؟ وهل سوف تتقن لعبة العزيمة فتحط أهدافك على لوحة أحلامك وتجتهد بإصرار لكي تحققها، حتى وإذا قالوا لك الناس بأن أحلامك بين قوسين مش واقعية؟ الاختيار لك، فحدد خياراتك. يتحدث روبرت أنثوني في كتابه الجميل Beyond Positive Thinking عن لعبة الحياة ويتساءل إذا كان بالإمكان أن نغير اللعبة، ويعتقد بأن قادرين على فعل ذلك بس بشرط عندما نغير نظرتنا إلى ذواتنا، أي كيف ينظر الإنسان إلى نفسه في المرآة، يقصد فيها طبعا مرآة العقل. أحيانا يقول لك الناس بأنك قوي وذكي، وأحيانا يحطون من قدرك أو بشارة ما نقول باللهجة الإماراتية يكسروا مياديفك، لكن هذه المعلومات لن تسجل ولن تصبح جزءا من معتقداتك حتى تقبلها وتدرجها من ضمن قناعاتك. لو صدقنا كل اللي يقولون عنا الناس فنتصرف بالطريقة اللي تريحهم هم مش إحنا، سواء كانت حقيقة أم مجرد كذبة. طيب شو الحل؟ وشو نسوي علشان نغير صورتنا الداخلية؟ ابدأ باتخاذ قرار واضح وصارم بتغيير كل المعتقدات الهدامة والصور المشوهة لذاتك. يعني قم بعملية تجميل لصورتك الداخلية، وابدأ بوضع قائمة بالصفات السلبية اللي ألصقتها الخبرات والسنوات الماضية على شخصيتك، يعني الصفات اللي تظن بأنها جزء من شخصيتك، وحط أمام كل واحدة من هذه الصفات الصفة المقابلة لها واللي تبغى أنك أنت تثبتها في شخصيتك. يعني مثلا مقابل صفة جبان اكتب شجاع، مقابل كسول اكتب نشيط. وأرجوكم لا تستهينون بهذه الممارسات أبدا، فالعظماء والمتميزين ما وصلوا إلى ما هم عليه إلا لأنهم كانوا يفكرون بهذه الطريقة وكانت صورتهم عن أنفسهم إيجابية دائما. في مرة من المرات قال لي واحد من المسؤولين الناجحين، يقول لي أن وصل لهذا المكان لأن في حياتي ما سمح لفكرة سلبية واحدة أن تسيطر على تفكيره.
مارس الحديث الداخلي مع النفس اللي ذكرناه في أكثر من حلقة في الموسم الأول من مقال لودل، وذكرت في أكثر من مقال، وكنت دائما أتحدث عن كتاب أعتقد بأن كل إنسان يريد التغيير عليه أن يقرأه، وهو كتاب What to say when you talk to yourself لشاد هلمستر. فيقول أفكارنا عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد مكون من الكلمات والصور والمشاعر، يعني لما نفكر ونشعر ونرى ونسمع فإننا بذلك نشكل أفكارنا عن أنفسنا وعن الحياة وعن كل شيء آخر. وفي مصطلح في عالم الكمبيوتر اسمه جيجو، وهو يعني garbage in garbage out، يعني كل مادة خام دخلتها في النهاية راح تحصلها كمخرجات. يعني إذا دخلت معلومات أو برمجيات خاطئة لكمبيوترك ثم حاولت أنك أنت تقوم بوظيفة معينة فالإجابة بتأتيك خاطئة بالتأكيد، وبالتالي برمجتك الشخصية عن طريق ما تعتقد عن نفسك وما تقول لها تتحكم بكل تصرفاتك، وبالتالي تتحكم في حياتك اللي راح تعتمد عليها. تخلى عن الأمنيات، الأمنيات مرتبطة بالحرية والغد الأجمل صح، لكن هناك من يصبح سجين لها فتتحول حياته إلى معاناة لو استخدم الأمنيات بطريقة خاطئة. أنا شخصيا أفضل الأحلام على الأمنيات، الفرق بينهم بسيط، الأمنيات تدفعنا للنوم والأحلام تدفعنا للعمل، ما في حد بيطالك فجأة وبيحلك كل مشاكلك. فالحياة عبارة عن خبرات متراكمة، لابد أن تنجح في بعضها وتفشل في الآخر حتى تتعلم منها وتأخذ بزمام حياتك. لا تتخلى عن أحلامك، استمر بالحلم أكثر، لأن الأحلام وقود الحياة، وهي اللي تخلينا لما نكاد نفقد الأمل نرجع ونقول لا راح أستمر. تخيل نفسك مع أهدافك، وتخيل نفسك الفائز الأول في لعبتك. فمفتاح النجاح يكمن في تغيير الصورة الداخلية مثل ما قلنا، والنمو الحقيقي يبدأ من الداخل. فمثلما أن البذرة هي بداية الشجرة العملاقة، فإن الصورة العقلية هي أساس التحول الكبير في لعبة حياتك. وللتخيل دور كبير جدا في برمجة العقل جنبا إلى جنب مع الحديث الذاتي. تخيل نفسك دائما كيف تريد أن تكون، فأنت ما تراه في مرآة عقلك. ولو نجحت في تكوين صورة مفصلة مليئة بالحياة والمشاعر والحماسة والتقدير وحب الذات واحترامها، فتأكد عندها أنك قد قطعت نصف المسافة، وأن الوصول إلى نقطة التحول في حياتك قد صار وشيكا. هناك مبدأ حياتي جميل وهو being, doing, having، يعني كن، اعمل، احصل. يعني عليك أولا أن تكون لك كينونة، لكن للأسف يعيش اليوم المجتمع من حولنا على مبدأ خاطئ وهو احصل، اعمل، كن. يعني يعتقد البعض بأن الحصول على الأشياء سيصنع له كينونة، وتقول بعض الآراء والاعتقادات في المجتمعات الحديثة بأنه عليك أن تحصل على الأشياء اللي يمتلكها السعداء، سيارات وبيوت وكذا، علشان تكون سعيد وناجح. لكن أفكر ساعات أقول نحن اليوم نعيش في جيل عند ما لم يملكه أي جيل آخر، التكنولوجيا وفوت عليه الكثير من الوقت والجهد والأخطاء، الصحة أفضل بسبب تطور الأدوية وانتشار الوعي الصحي بين الناس، والمعرفة صارت أكثر عمقا وقربا إلى الواقع، وغير ذلك من أمثلة. لكن إلقاء نظرة متفحصة على المجتمعات المتمدنة اليوم تجعلنا ندرك بأننا لسنا الأكثر سعادة. العالم اليوم يسير بشكل معاكس لما نريد، والسر هو أننا انشغلنا باكتشاف العالم عن اكتشاف أنفسنا. نسينا أن أنفسنا هي السفينة اللي نخربها أباب الحياة. يعني إذا السفينة خربانة مين بنوصل؟ أنت مو في حاجة للحصول على أشياء الأغنياء علشان تكون سعيد، لكنك في حاجة للحصول على نفسك لتكون أسعد الناس. افهم نفسك، افهمها عشان تقدر تطورها، ثم اعمل حتى تحقق ذاتك ويكون لك أثر في هذه الحياة، فتلك هي السعادة الحقيقية. مع السلامة. أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا، كن
كن جميلا ترى الوجود جميلا أحكم الناس في الحياة وناس عللوها فأحسنوا التعليلا فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخاف أن يزول حتى يزول ذا خلود تحت السماء لحي فلماذا فلماذا تراود المستحيل أيها الشاكي